أكيد كلنا أثر فينا موضوع يحيى حمود، كيف راح فجأة وبعدنا أنا مأكد في كتير عالم مثلي عايشين بالصدمة، يعني كيف ليش كذا، وما قدرنا نشوفه. يمكن في عالم ما قدرت تودعه، في عالم ما قدرانت ترجع له الجميل، في عالم ما قدراني كانت تعبر له عن حبها له. من سنة ونص تقريبا قبل قصة الثورة وقصة الكورونا كان عندي يحيى هون بالاستديو، وقلت له أنا عم بعمل ألبوم بدي الانترو تبعه له تكون بصوتك، يعني أنا أول ما ببلش بالألبوم بيعملوا له انترو. سو حبيت انا انه نعمل شيء جديد، فحبيت انا انه قلت له ليحيى واجا، وكنا قاعدين وعم نضحك وكذا، ودغري فتحت له الموضوع وقلت له يلا رح ادور لك المايك واعمل اللي بدك اياه. فهذا الشيء الوحيد اللي عندي اياه ليحيى. بس حابب سمعكم اياه. شكرا لكم والله يرحمه، الله يرحمه.